التواصل يستمر مشاهدينا ومستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. شوطنا الرابع عشر يسير ضمن انطلاقات وتحديات هذا المساء. نبدا ونتعرف على بداية هذه الانطلاقة ومع المراكز الخمسة الأولى المسموح والمصرح لنا بالنداء والإذاعة عليها. نبدأ مع شوطنا الرابع عشر المخصص للحقائق القعدان من المسافة المقررة لهذا السن وهي الأربعة كيلومتر. نبدأ مع المركز الأول، هذا هو شاهين لحمد بن راشد الزعبي. من يتواجد مع شاهين مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول؟ ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، ومن يتواجد على المركز الثاني؟ الحنيش خالد بن راشد بن عبد الله آلف هيدان المري، بينما يصل على المركز الثاني في هذه اللحظات من الجانب الأيمن مرضي محمد بن حمد بن سالم آلف هيد الفيدي، من يأتي ويحتل المركز الثاني أما المركز الثالث. فالتواجد على المركز الثالث من شعار بن فهيدان مع الحنيش خالد بن راشد بن عبد الله آلف هيدان المري، لانتقل للمركز الرابع ومن يتواجد فيه مبلش عبد الله بن محمد بن الويهي الجحافي قادم من السلطنة للمشاركة في هذا المهرجان. ننتقل للمركز الخامس ومن يتواجد فيه يا كريم العطايا طالبك يا كريم. إذن ننتقل للمركز الخامس ومن يتواجد فيهم سيد زاهي بن بخيت بن سهيل المهري، من يأتي ويحتل المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة. ننتقل إلى مقدمة هذا الشوط، هذا هو شاهين من يحتل المركز الأول من البداية وهو من يتصدر هذه الأسماء. تعود ملكيته ويحمل شعار حمد بن راشد الزعبي من يتواجد مع مقدمة هذا الشوط. 2 كيلومتر تفصلنا عن السيارة وعن نهاية هذا الشوط، بينما يصل على المركز الثاني. المركز الثاني شوفوا مسير، أو نعم مسير خطير للغاية، زاهي بن بخيت بن سهيل المهري من يأتي ويحتل المركز الثاني. الله يا المهري. ننتقل للمركز الثالث اللي يتواجد فيه الحنيش خالد بن راشد آلف هيدان، خالد بن راشد بن عبد الله آلف هيدان المري. والمركز الرابع اسم جديد ينضم إلينا هنا، سمران فراج بن مبارك بن ربيح العجمي. يا مرحبا يا مرحبا يا أهل الكويت، يا مرحبا يا أهل ميدان الشهيد. الله يا الله الله، وصلوا هالطلايب، وصلوا هالميدان الشهيد. يا مرحبا يا العجمي، يا مرحبا يا بن ربيع. شوف المركز الخامس اللي يتسلل على مستوى المركز الخامس، شوفوا مرضي محمد بن حمد بن سالم آلف هيد آلف هيدة أو آلف هيد المري من يحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام. نعود إلى أهل ميدان الشهيد، أهل ميدان الشهيد مع المركز الأول مع سمران فراج بن مبارك بن ربيح العجمي. الله يا سلام يا أبو مبارك، فراج يا فراج، فرجها غريب يا فراج. الكيلومتر الأخير، ما تبقى إلا كيلومتر أخير فقط يا فراج. يلا يا فراج. الله الله يا أهل الكويت، والله قلوبنا معكم يا أهل الكويت. يا سلام يا سلام. المقدمة هنا مع فراج بن مبارك العجمي، ولكن شوف التسلل، التسلل هنا والقدوم من مرضي، مرضي محمد بن حمد بن سالم ألف هيدة المري. من يتسلل ويغير في هذه اللحظة إلى المركز الأول والمركز الثالث؟ يصل بن فهيدان الحنيش خالد بن راشد بن عبد الله ألف هيدان المري. يا سلام يا سلام أهالي ميدان الشهيد هنا على مستوى المركز الثاني، ولكن المقدمة مع بن فهيد، مع بن فهيد هنا مع محمد بن حمد بن سالم ألف هيدة المري. من يتواجد مع مرضي؟ مرضي 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 مرضي. يا سلام الله. إذا مرضي مشاهدينا الكرام ينتزع سيارة هذا الشوط، وخلك راضي يا راعي مرضي، والله وارضاهم مرضي، أرضاهم مرضي بهذا العرض الجميل. يا سلام سلام
لك يا مرضي سلام، سلامنا على هذا، على هذا القعود المميز. شوف الانفراد، شوفوا مرضي، شوف الانطلاق، سلام مرضي سلام. سلامنا وتحياتنا لمالك مرضي محمد بن حمد بن سالم ألف هيد المري على فوز مرضي وتحقيقه بسيارة هذا الشوط. المركز الثاني يصل فيه مشاهدين الكرام الحنيش لخالد بن راشد بن عبد الله ألف هيدان المري. المركز الثالث يصل على المركز الثالث سمران فراج بن مبارك بن ربيح العجمي. أما المركز الرابع فيصل فيه هياض، أو هنا المركز الرابع هياض لسعيد بن علي بن سالم الجربوعي المري. المركز الخامس يصل على المركز الخامس عبلان لمنصور بن محمد بن عيسى الشعيبي. هذه النتيجة. نعود وإياكم إلى مرضي، 5 دقائق 50 ثانية جزءا واحدا من الثانية، توقيت لا بأس فيه. تهانينا والناموس لمالك مرضي على انتزاعه لسيارة هذا الشوط محمد بن حمد بن سالم بن فهيد المري على هذا الناموس المستحق المركز الثاني. يصل هنا الحنيش 5 دقائق 53 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لخالد بن راشد بن عبد الله ألف هيدان المري. المركز الثالث يصل هنا مسير 5 دقائق 53 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مسير، أو لمالك سمران، نعم لمالك سمران فراج بن مبارك بن ربيح العجمي.